السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تركيبات تجارية المقدمة من معمل الكيميائي. في الحلقة دي هنقدم تركيبة فريدة جدا من نوعها من نوعية استحلاب Water in Oil Emulsion. المنتج اللي هيتم تصنيعه هو قاعدة كريم تصلح للاستخدام في منتجات متعددة، تم استخدام فيها مركب TGMIS كعامل استحلاب واللي هو طبيعي 100% وبيتم استخدامه في أنظمة الاستحلاب Water in Oil Emulsion. المنتج النهائي ما ينفعش ندرجه تماما تحت مسمى التركيبات الشعبية، فالمنتج اللي هيتم تصنيعه هو مركب عالي الجودة جدا، وبالتالي لازم تتفرج على حلقة TGMIS في سلسلة اعرف خاماتك علشان تعرف ازاي تستخدم المركب الهام ده في عمليات الاستحلاب. التركيبة المقدمة اليوم هي تركيبة استرشادية فقط لاستخدام مركب TGMIS في أنظمة الاستحلاب ذات نوعية الاستحلاب Water in Oil Emulsion، وبالتالي يمكنك التبديل بين أنواع الزيوت المستخدمة بأي نوع زيت آخر حسب غرضك النهائي من التركيبة. منتج اليوم يتم استخدامه كقاعدة كريم لكريمات الأساس، مزيلات العرق، كريمات الترطيب للأطفال، تنت وكريمات ترطيب البشرة. بعد الفاصل معانا دكتور يسري حسن في الجزء العمل الخاص بتصنيع قاعدة الكريم. أنا أحمد فتوح وده معمل الكيميائي. بالعلم حياتك أسهل، قناة معمل الكيميائي على يوتيوب، الكيمياء ببساطة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ الجزء العملي الخاص بقاعدة الكريم اللي اتكلمنا عليها، اللي هي بتبقى Water in Oil، اللي هي تصلح لجميع أنواع الفاونديشن وكريم الأساس وكريم أموليانت والحاجات اللي هي التنت كريم والحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها. دلوقتي هنبدأ نعمل حوالي 400 جرام من الباتشة. هنبدأ الأول بوزن الأويل فيس أو كمية الزيوت والشموع اللي هتتحط في الكريم. بنبدأ الأول بالزيوت والشموع. معانا زيت بارافين 15%، يعني حوالي 60 جرام. هنحط زيت جوجوبا 5%، 20 جرام. بعد كده هضيف بيز واكس او شمع عسل 1.6 جرام. معنا كمان زبدة شيا 4 جرام. طبعا هي هتلاقيها ليكويد شوية لان انا عملت لها ووتر باس الاول قبل ما اشتغل بيها علشان تبقى سهلة في الشغل. طبعا دي زبدة شيا اللي هي الصفرة مش البيضة، لو حد حب يشتغل باللي هي البيضة مفيش اي مشكلة خالص، الاتنين يعني يعتبروا كويسين. بعد كده هحط الامالسيفاير بتاعي اللي هو TGMIS 4%، يعني 16 جرام. بعد كده هضيف HCO ستابيلايزر ده 2 جرام، ده عبارة عن بودر لونه ابيض زي ما حضراتكم شايفين. وبكده يبقى احنا ضفنا كل الاويل فيس. هنوصل درجة الحرارة لستين درجة مئوية على حمام مائي. طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان احنا ما نسخنش تسخين مباشر علشان الزيوت ما تتحرقش او درجة الحرارة بتاعتها تعلى مننا، فاحنا بنسخن لغاية درجة حرارة 60 درجة مئوية. ومعايا طبعا الترمومتر بتاعي بقيس بيه وبتأكد ان درجة الحرارة ما تزيدش عن كده، بقلب تقليب بسيط. ده الترمومتر لغاية درجة الحرارة 60 وبعد كده هشيلها. طيب كمية المية اللي فاضلة عندي كلها عبارة عن 281 جرام. هوزن ال 281 جرام كلهم الاول. دي كده كمية المية اللي احنا هنشتغل بيها. عندي طبعا العطر والمادة الحافظة، ده هيتحطوا في الاخر خالص مش هحتاجهم دلوقتي. هيتبقى عندي ملح
والإديتا والجليسين، ودي الحاجات اللي هي هتدوب في المية. ابتدي أدوب ملح عبارة عن 3.2 جرام، ملح طعام طبعا هيدوب معايا في المية السخنة، متأكد ان هو داب كويس. هضيف الإديتا 4 جرام، بعد كده هضيف اخر حاجة عندي الجليسين 8 جرام. كده انا عندي الووتر فيس جاهز على الشغل، درجة الحرارة بتاعته حوالي 55 درجة مئوية. هنا درجة الحرارة وصل 60، كل الشمع اللي محطوط داب تقريبا اهو. هنشيل الووتر باس بقى من هنا خالص كده عشان نشوف مع بعض. هنبتدي بقى نقلب الووتر الاويل فيس اللي هي مجموعة الزيوت اللي عندي مع الامالسيفاير اللي احنا شغالين بيه. بقلب على سرعة متوسطة كده حوالي 200 لفة مثلا او 300 لفة في الدقيقة، وابتدي اضيف المية بالتدريج، ما بحطش المية مرة واحدة. هنا ببتدي الاحظ ان الكريم هيبدا يتقل معايا وهيبتدي اللون بتاعه يتحول للون الاوف وايت او اللون البيج. بدأ يتقل، هنا نضفت كل كمية المية، بحاول أعلي السرعة بقى شوية علشان التقليب يبقى متجانس. تقريبا لمدة دقيقتين، وبعد كده برفع القلاب وبعمل تقليب سريع باستخدام الهوموجينايزر او المجانس عالي السرعة. ده طبعا هو المجانس او الهاند ميكس، ده سرعته بتوصل لحوالي 1000 لفة في الدقيقة. بعمل تقليب لمدة دقيقتين،
ان الكيان بدا يتقل اكتر معايا واللون بتاعه بدا ان هو يبقى افتح او يبقى يميل للبياض اكتر منه. هنقيس درجة الحرارة علشان نقدر نشوف هنضيف العطر والمادة الحافظة. طبعا احنا بنضيفهم على درجة حرارة اقل من 45 درجة مئوية. هي دلوقتي تقريبا درجة حرارة 50. هنقلب تقليب بسيط باستخدام سكرابر عادي جدا. هننزل بقى كل الحاجات اللي عندنا دي. طبعا الكريم واضح ان هو اللمعة بتاعته عالية جدا. التكتشرز بتاعته او الملمس بتاعه هيبقى ناعم جدا. وطبعا الايموليانت بتاعته هتبقى عاليه قوي. احنا مستخدمين جوجوبا ومستخدمين شيا باتر. طبعا ممكن ان احنا نضيف لانولين، ممكن ان احنا نضيف اي انواع تانية من الزيوت، لكن انا هنا اخترت اللي هو الجوجوبا على اساس ان هي من الحاجات الكومون او الحاجات المنتشره الشائعه اللي الناس بتحبها تبقى موجوده في الكريم. بيدي ملمس كويس جدا وبتدي لمعه حلوه للكريم. ببتدي ابرد لغايه لما توصل درجة الحرارة ل 40 او 45 درجة مئوية. تقليب بسيط عشان ما دخلش هواء. دلوقتي درجة الحرارة وصلت 40 درجة مئوية، فهنبتدي نضيف ايه المادة الحافظة. ودي نسبتها 0.15، يعني هنحط تقريبا 6 من 10 جرام. انا هاخدهم طبعا كده بالدوبر 6 من 10. وهقلب تقليب كويس. وهضيف اخر حاجه العطر مع البي اتش تي. طبعا انا هنا حاطط العطر مع البي اتش تي، بيبقى عباره عن حبيبات كده زي حبيبات السكر. بدوب العطر مع البي اتش تي الاثنين مع بعض كويس جدا. ممكن احتاج ان انا ارفع درجه الحراره لغايه 40 درجه علشان كل البي اتش تي يدوب. بي اتش تي ده اللي هو الماده الانتي اوكسيدنت او مضاد ايه الاكسده. اي زيوت طبيعية انا حاططها او اي برفيوم محطوط ويبقى متحمل على زيوت نباتية، فلازم اضيف معاه المادة اللي هي مضاد الاكسدة علشان احافظ على الريحة وما تغيرش وما تزنخش. كده بعد ما دب بضيف العطر مع البي اتش تي وبقلب برضو تقليب كويس. الاقي ان الكريم بدأ يتقل معايا اكتر، طبعا لانه هو درجة حرارة بردت، وفي نفس الوقت ان برضو الووتر ان اويل بيتقل لما بضيف ليه المادة الحافظة. كده تقريبا الكرين جاهز. هديله بس ضربة لمدة 15 ثانية باستخدام الهاند بليند علشان اتأكد ان كل حاجة
حصل لها ميكس كويس. 15 ثانيه بس مش اكتر. طبعا بحاول ان انا احرك تحريك مستمر علشان الضرب يبقى متجانس. وبكده نكون خلصنا. طبعا الكريم بالكواليتي دي حاجة يعني عالية جدا، مش كريمات شعبية خالص. وزي ما قلنا ده بيعتبر كقاعدة كريم بستخدمها للفونديشن، لكريم الأساس، لكريمات الشمس، لكريمات الحفاضات، للتنت كريم. ولو بستخدمه كإيموليانت عادي طبعا هيبقى الكواليتي بتاعته جميلة جدا جدا جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم إن شاء الله في تركيبة جديدة مع تركيبات معمل الكيمياء. الكيماويات ما بقتش صعبة، سوق الكيميائي، تطبيق أندرويد ومتجر أونلاين، اختار، اطلب، استلم. بنشكر دكتور يسري حسن على الجزء العمل الخاص بتصنيع قاعدة الكريم. كل المكونات المذكورة في التركيبة هي متاحة على سوق الكيميائي، وتقدر تشتريها أونلاين وتوصلك لحد البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.